دلوقتي اجير اللي هو جايبينه ده عنده قضيه الشهر ده، طب لو اتحبس هنعمل ايه؟ واتمنع 5 سنين زي ما القرار كان طالع من فتره ان هو ما يمارسش التدريب، هنعمل ايه؟ هنجيب مين مدرب؟ تيجي انت يا كابتن رضا. لا يا عم حاشا لله، ما في الراجل بتاع وادي دجله اهو يا عبد الستار. اه كويس جدا ده. مدرب كويس جدا. ايه رايك فيه يا عبد الستار؟ انت راجل مدرب دلوقتي. لا مدرب كويس جدا. يعني انا عارفه اصلا ده، انا عارفه كابتن رضا يعني ده من اليونان وده ليه يعني وضعه وبيحبوه هناك ومدرب كويس جدا. لا لا ده ليه ما يمسكش؟ لا عشان تعمل بطوله كويسه. على فكره لا يمسك كابتن رضا لو ماسك النادي الاهلي او نادي الزمالك يجي على طول يمسك. لا بص يا كابتن انا عايز اقول حاجه. هو لا هو كارتيرون ما كان ماشي كويس لما جه الاهلي ما يعني. لا كارتيرون يا باشمهندس ده جاي اصلا بينقذ الفرق اللي ما تهبطش. ما بيلعبش على بطوله يعني. هو ما بيلعبش على هو بيجي ما هو نفس نفس المشكله مع مدرب. بيجي مع فرقه زي الاهلي والزمالك بتنافس كل ماتش لازم يكسب، كل ماتش لازم ايه هيتكشف. ما هو الموضوع ده برضه على المدرب اليوناني. مين قال ان هو كويس هنا هيبقى كويس؟ اجيري برضه يعني برضه السي في بتاعه كويس ومدرب كبير برضه ليه وضعه وبتاع الحاجات دي كلها. يا عم عبد الستار ده قدر اتقفش يعني. هو طلع واتمسك وخد ال5 سنين اللي هو ما يمارسش فيهم التدريب. لا يبقى في مشكله طبعا، تبقى مشكله جامده. بس يعني هنرجع بقى تاني ندور على مدرب. بص يا بص مشكلتنا في مصر، اسمع بس كلامي، الناس اللي هي ماسكه الكوره في مصر دي الناس ما بتحبش مصر. لو بتحب مصر لازم تجيب انت، طالما بتدفع بالدولار وعمله صعبه هات يا عم احسن مدرب احنا ونقف معاك كلنا، مش راح تجيب لنا واحد عليه حكم وجاي يستخبى في مصر. ما ينفعش يا عبد الستار، احنا بنتكلم بما يرضي الله. ما تضحكش، انا بكلمك والله ما تضحكش. هو جايبينه ليه؟ جايبينه اكيد في حاجه من في استفاده من وراه. انما هتقول لي بقى السي في بتاعه كان نفع بلده وكانت بلده مسكته. اتفائل يا كابتن رضا، اتفائل اتفائل ان شاء الله هنكسب البطوله دي باذن الله. ده بقول لك ايه؟ ده احنا لو وصلنا لدور الثمانية يبقى احنا عملنا انجاز. يا كابتن رضا حرام عليك، هتبقى انت والقطريين علينا النهارده. لا انا مش دعوه بالجاي يا عم، ما تدخلناش في السكه مالناش دعوه. طب وانا هقول لك، وانا هقول لك بقى هنكسبها ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب. شكرا جزيلا كابتن رضا عبد العال نجم مصر.